في العاصمة عدن اطلع رئيس مجلس الوزراء في حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك خلال زيارته الميدانية إلى محطة المنصورة التحويلية على مستوى إنجاز المشروع لنقل الطاقة الكهربائية من محطات توليد الجديدة. واستمع رئيس الوزراء ومعه محافظ العاصمة أحمد لملس من المهندسين والقائمين على المشروع إلى شرح مفصل حول اللمسات النهائية الجارية، موضحين أن نسبة الإنجاز وصل في مكونات المشروع الثلاثة إلى أكثر من 90%. وزار رئيس الوزراء أعمال الموقع العام بتجهيزات خارجية لاستقبال خطوط الضغط العالي، مشيدا بمستوى الإنجاز في هذا المشروع الممول حكوميا، ومؤكدا على وزارة الكهرباء والطاقة وبالتنسيق مع شركة بتروموسيل استكمال إنجاز ما تبقى من المشروع في أسرع وقت ممكن. ووجه رئيس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ شبكة الجهد المنخفضة المقرة من مجلس الوزراء بحيث تكتمل أهم عناصر مشاريع النقل في عدن. وفي سياق منفصل قام رئيس الوزراء والمحافظ لملس بزيارة تفقدية لمحطة حاويات ميناء عدن، واستمعا إلى شرح من رئيس موانئ خليج عدن حول نشاطها والدور الذي تلعبه المحطة في استقبال الواردات والصادرات، مشيرا إلى أن مستوى الشحن البحري إلى الميناء ارتفعت بواقع 10% مع وجود تحسن ملحوظ في الإيرادات العامة، مستعرضا نبذة عن مشاريع تطوير الميناء ومنها تهيئة وتوسيع مدخل الميناء.